يعني ما قبلوا أقرب عليه أو أحكي معاه أو ولا أي إشي. فرحانة طبعاً بشوفت ابني في كتير، بس بنفس الوقت أنا حزنانة، قلبي بتقطع على ابني، ابني بده علاج، ابني نفسيته تعبانة. ان شاء الله خير، نامل انه ينظروا في قضيته بحالته الصحيه، وان شاء الله يعني انه يتم الموافقه للافراج عنه في اقرب وقت ان شاء الله. نتامل خير ان شاء الله. احنا رايحين نتوجه طبعا بكره الصبح ان شاء الله، رايحين نتوجه بطلب للمحكمه للجنه الثلث، ونطلب منها انها تعقد جلسه قريبه وسريعه جدا بوجودنا طبعا يحكي. نعم بوجودنا، وعشان يسمحوا لنا نحكي قريبه جدا، واحنا رايحين نطلب تكون الجلسه خلال الاسبوع القادم ان شاء الله، لانه وضع احمد الطبي لا يسمح او لا يحتمل التاجيل اكثر من اللازم. وضعه حرج ولازم أحمد يتحرر بأسرع وقت ممكن. أحمد بده علاج، اللي عنده اضطراب نفسي إيش؟ بدهم يكملوا عليه يحطوه في أبير؟